اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناة كتب وسينما. هنتكلم النهارده عن المشاهد الخطيرة في الافلام، المؤديين بقى بتوع المشاهد الخطيرة، وازاي يعني في بعض الممثلين بيحبوا يقوموا بالمشاهد دي بنفسهم، يعني مش عايزين يكون في بديل او مؤدي للمشاهد الخطيرة، او زي ما بنسميه يعني في مصر بنقول دايما الدوبلير، او اللي هو بيقوم بقى ببعض مثلا مشاهد مطاردة السيارات او القفز من سطح لسطح او السقوط على السلالم او تلقي مثلا رصاصات زائفه وان هو يقع على الارض بطريقه معينه، يعني بعض المشاهد اللي بيكون فيها خطوره على الممثل او بطل العمل فبيستعينوا بالمؤدي لهذه المشاهد. فهنا مثلا المخرج بتاع فيلم جون ويك، يعني هو اصلا في ناس وفي اصوات بتطالب بان يكون في فئه يعني للمؤديين او ستانت بيرفورمانس اللي هم يعني الاداء بتاع المشاهد الخطيره لاي بيرفورمر بقى بيقوم ببعض المشاهد دي، ان هو يكون في فئه كده في جوائز الاوسكار، لان هم ليهم جوائز معينه، ولكن يعني مش بقوه طبعا يعني ان هو يتحط ليهم فئه مخصوص في الاوسكار. فمخرج جون ويك بيطالب بهذا الشيء، وانه يكون يعني ليهم دور اكبر من كده او تكريم اكبر من كده، لانهم بيقوموا باعمال خطيره جدا ومهمه جدا في عالم السينما. فهنشوف يعني ايه ستانت، اللي هو المشهد نفسه، المشهد بقى اللي فيه مطارده سيارات او قفز معين او المشهد الخطير، والستانت بيرفورمانس، وكمان او والستانت بيرفورمر اللي هو المؤدي نفسه، وكمان اللي هو الدبل، وحاجه تانية اللي هو بقى استبدال ممثل مثلا مات بانه يحاولوا يخلوا الفيلم يكمل بيه رغم ان هو ميت، يعني يجيبوا مثلا شبيه او يستخدموا السي جي اي او الكلام ده. وحصل في بعض الافلام برضو هنتكلم عنها ان يكون اصلا الممثل مش موجود وعايزين يكملوا دوره، ده موضوع تاني غير لما يكون في دوبلير او حد بيأدي المشاهد الخطيرة بس بدالك. انما في حالات تانية او مش بيأدي بقى المشاهد الخطيرة، ده هو نفسه يعني بيجي مكانك، لان مثلا البطل بيكون مات فعايزين يكملوا الفيلم، مش عايزين يخسروا بقى الراجل مات في نص الفيلم مثلا، فعايزين يكملوا بعض المشاهد بتاعته، فبيستعينوا برضو بشبيه او بيستخدموا تقنيات معينه. لسه هنتكلم عن هذه المواضيع. فالستانت نفسه او المشهد بقى الخطير يعني بيتطلب طبعا مهارات خاصه مش اي حد بيعملها، دول بيبقوا ليهم يعني اكاديميات معينه بيتدربوا على القفز، وان في حبال معينه بتمسكهم، بيبقى حبل كده رابطهم في بعض المشاهد الخطيره، ووسائد هوائيه، ودروع كده على الصدر او سترة معينة، وخوذة، وحاجات كتير قوي يعني في ليهم ادوات وتدريبات كبيرة جدا عشان مشهد مثلا قفز من سطح عمارة او سطح ناطحة سحاب لسطح، وهكذا الحاجات الخطيرة دي، او سقوط من اعلى، كل ده لتدريبات وحبال معينة. وفي طبعا وفيات، لسه هنتكلم على الموضوع، يعني دايما ان هم خرجوا باصابات كبيرة اللي هم الناس اللي بتؤدي المشاهد الخطيرة بعد مرور فترات بقى من خبرتهم في الأعمال، وإنهم يعملوا عشرات الأعمال وكده، دايما بيخرجوا في الآخر على الأقل إصابة أو إصابتين، وساعات بيحصل وفاة. ففي أنواع كتير زي مثلا مشاهد القتال بالسيوف أو بقى مطاردة سيارات، وحاجات كتير جدا ممكن يقوم بإنه يكون في المشاهد الخطيرة دي، إن هو يكون في ممثل يعني بديل، ولازم يكون في منسق معين او ستانت كوردينيتور، يعني هو منسق بيختار بقى الناس او اللي هم بيقوموا بالمشاهد الخطره، وده ليه جايزه معينه، يعني في فئه بقى من الجوائز موجوده في بدايه الالفينات بقى ليهم جايزه الكوردينيتور ده، وفي جايزه تانية هنتكلم برضو عنها، وطبعا في مطالبات بقى ان هو يعني يكونوا بقى يخشوا عالم الاوسكار. فبيستخدموا بقى في المشاهد الخطيرة زي ما قلنا طاقم الفيلم، يعني بيستخدم بقى أحزمة خاصة، سلوك خاصة بيربط بيها جسمه، خصوصا بقى الأعمال بتاعة السيارات ومطاردات السيارات بتحتاج مهارات وتدريبات كبيرة جدا لهذه المشاهد تحديدا، بيدربوا على كل حاجة، الفرملة بتاعة اليد وازاي يعمل اللفة بطريقة معينة، وفي طبعا فيديوهات بقى يعني موجودة من مدربين ومنسقين للستانت او المشاهد الخطيرة، بيوريك بقى ازاي بيتربطوا بالسلوك، يعني في بعض الفيديوهات على اليوتيوب من مدربين بيتكلموا وبيقولوا بقى مشاهد معينة وازاي بيقفز، حتى مشهد السقوط على السلم محتاج تدريب خاص، ومش اي سقوط كده وخلاص، بيقفز بطريقة معينة ويسقط على السلم عشان يبان المشهد انه يكون واقعي، وفي نفس الوقت الراجل ما يتصابش. ومع بقى التقدم طبعا يعني عن زمان ودخولنا بقى في عالم السي جي اي والحاجات دي كلها، فيعني بيقولون بعض الرجال بقى اللي هم بيقوموا بالادوار الخطره دي، بقى المفروض ان المواقف الخطره بقت اقل، يعني في بقى دلوقتي تاثيرات معينه بتتعمل وسي جي اي وحاجات تانية ممكن
تقلل الخطورة شوية على الستانت بيرفورمر او اللي هو بيقوم بالمشاهد دي، ولكن برضو في اصابات وبرضو لسه في لحد فترات قريبه ولسه في بيحصل وفيات. فاول جوائز كانت ليهم وتكريم لهم بقى كان موجود في سنه 2001، بداوا بقى يتكلموا على الناس دي ودورها وكده، وبقى في جوائز وفيات معينه ليهم. وفي مهرجان كمان اسمه تورس وورلد ستانت اوورد، ده زي ما شايفين كده هتلاقي عدد من الفئات والجوائز. زي مثلا في 2019 هيقول لك مثلا ايه افضل قتال او بيست فايت، وافضل مثلا شغل اتعمل في مطارده سيارات والكلام ده. وفي كمان هنا سنه 2020 تحت برضو مكتوب مثلا بيست هاي وار، حاجه مثلا زي القفز من الاماكن العاليه او الكلام ده. فكل دي فئات موجودة وجوائز بدأت الناس تلتفت لدور الستانت بيرفورمر أو المؤدي اللي بيقوم بهذه الحركات الخطيرة. فالستانت بيرفورمر هو زي ما قلنا بيؤدي بقى الأعمال الخطيرة، حوادث سيارات، سقوط من الارتفاعات وكل الكلام ده، وبيكونوا أعضاء في منظمات محترفة للناس بقى اللي بتؤدي المشاهد الخطيرة عشان يكون في تأمين معين للحوادث مثلا. وفي طبعا قضايا اترفعت في المحاكم على بعض شركات الانتاج لانها ما امنتش المشهد بشكل كافي، فيتعرض الستانت بيرفورمر سواء ستانت مان او وومن، يعني في كمان ستات بيقوموا بمشاهد خطيره، فبيحصل ساعات وفيات. فيجي مثلا اسره الضحيه تقول لا ده انتم ما امنتوش المشهد بشكل كويس، احنا هنرفع قضيه عليكم وعايزين تعويض. وتاريخيا يعتبر ان هو بقى الناس اللي كانت في السيرك واللي بيقوموا باعمال خطيره واعمال بهلوانيه زي ما بيسموها، يعتبر هم دول اول ناس يسموا ستانت بيرفورمر. يعني هم بقى اللي كانوا بيقوموا قدام جمهور طبعا قاعد قدامهم، بيمشوا بقى على الحبال ويعملوا اعمال خطيره وممكن تؤدي للموت. ولكن طبعا بعد كده في فترات يعني حديثه تعتبر بقى في الافلام الكلاسيكيه ودخول بقى عالم السينما والكلام ده، بداوا يستعينوا بالناس اللي بتؤدي المشاهد الخطيره ويبداوا بقى يدخلوهم عالم السينما. فزمان بقى في الافلام القديمه يعني اول ما بدات السينما خالص كانوا مثلا يعوزوا يعملوا مشهد معين في اطلاق نار، فعايزين ناس يعني لهذا المشهد يقوموا بالمشهد الخطير ده. بيقولوا كان في ناس بتتطوع اصلا مجانا انهم يقوموا بالمشهد الخطير، بيكونوا بقى من الناس اللي هي اصلا متعوده على هذه المجازفات، او مثلا كانوا شغالين في سيرك قبل كده او متعودين على الاشياء الخطيره. وقالوا ان اول عمل كان يعني استخدم ستانت بيرفورمر كان في فترات قديمه جدا، بيقولوا ان هي من 1903 ل 1910 في البدايات تماما لعالم السينما. وكمان دخل برضو عدد بقى من النجوم بتوع مسابقات رعاة البقر دخلوا بقى صناعة السينما، ودخل مجموعة منهم على اساس انهم برضو يقوموا ببعض المشاهد في النوعيات دي من الافلام. وقالوا انه بيعتبر فيلم اسمه سيفتي لاست زي 1923 من اول بقى الافلام اللي هو عملوا بقى اجهزة معينة للسلامة وخططوا المشاهد والتصوير والاعمال المثيرة والخطيرة في الفيلم. ومع تقدم السينما وزيادة المشاهد الخطيرة والمطاردات والكلام ده كله وزيادة الخطورة زادت الإصابات، فبدأ طبعا الحاجة لأن يكون في بقى أماكن معينة بيسجلوا فيها ونقابات معينة بيتدربوا ليها، ويبقى في حاجة اسمها التأمين عليهم، لأن طبعا لقوا أن نسبة الحوادث بدأت تزيد. وفي الستينات بدأت تزيد بقى بعض الأدوات زي الوسائد الهوائية والسلوك والكلام ده كله بتدريبات مكثفة للعمال اللي بيقوموا بالمشاهد الخطيرة. في بداية الألفينات بقى في جايزة بقى يعني إيمي أورد فور أوتستاندينج ستانت كوردينيشن، بدأوا بقى طبعا يبقى في جايزة للمنسق واللي بيقوم باختيار المؤديين بتوع المشاهد الخطيرة. وكمان بقى في جايزة تانية يعني بدأت برضو 2021 للستانت بيرفورمانس نفسه او المؤدي للمشاهد الخطيرة، برضو ايمي اوورد لمؤدي المشاهد الخطرة. يعني بدأ اعتراف بقى بدورهم بشكل كبير، بدأوا بقى طبعا زي ما قلنا مطالبات حتى في الاوسكار كمان يكون ليهم برضو جايزة. في كمان مصطلح اللي هو الدبل او الشخص بقى اللي بيحل ممثل تاني او بيحل محل ممثل تاني في العمل، بحيث ان وشه مثلا ما يظهرش. فممكن مثلا حد يشوف جزء من جسم ممثل بس ده مش جسم الممثل. ليه بقى بيستعينوا بدبل؟ عشان بيكون مثلا نفترض انه عنده عيوب جسدية معينة الممثل نفسه او البطل، او حاجة مثلا سنه مش مناسب للدور لو خلع الملابس مثلا، فبيستعينوا بحد
يعني نفس كده شكل الجسم، ولكن ما يكونش فيه مثلا العيب الجسدي ده اللي مش لايق على الدور، فيجيب واحد دبل يعني هو بقى يقوم بإظهار الجسم ده، بس ده مش جسم الممثل الأصلي، فبيتم حجب بقى وش الممثل نفسه، ومتعرفش بقى الممثل من البديل بتاعه، بيوهمك ان هما نفس الشخص بزوايا معينة في التصوير كده، فتحس ان هو لا ده جسم الممثل مع ان هو مش جسمه. ودايما يعني جرت العادة ان يكون طبعا اللي هيجيبوه ده يكون في تشابه مع الممثل اللي هيحل محله. وبعض المشاهد التانية كمان بيستعملوا برضو دبل، زي مثلا العزف السريع على آلات موسيقية او بيانو او رأس باليه مثلا، او مشاهد رياضية، حد مثلا عامل فيلم رياضي وبيلعب جمباز، فهيجيبوا محترف يقوم ببعض المشاهد شبيه بنفس الجسد وكده، ويكون محل الممثل الاصلي. طبعا الموضوع ده عمل جدل في فيلم بلاك سوان. طبعا ناتالي بورتمان يعني هي المفروض بقى قامت ببعض الرقصات وكده، ولكن يعني في عاصفة من الجدل بقى، لا ده المفروض الفضل يعود للي كانت بتؤدي مكانها الرقصات والكلام ده كله. بدأوا يعملوا معاها انترفيو ويقولوا للسيدة يعني اللي هي قامت ببعض الرقصات في الفيلم، هل انت كان المفروض يكون ليكي اهتمام اكتر؟ يعني كل الاهتمام خدته البطلة عمالة تاخد جوائز ومش عارف ايه، وانت اللي اديتي رقصات كتير في العمل. فهي كان اسمها سارة لين، دي كانت بقى محترفة في الباليه، وهي الدانس دبل بتاعت يعني المشاهد بتاعت ناتالي بورتمان. وسارة لين قالت يعني المشاهد كتيرة جدا تنسب لي انا، ونسبة صغيرة اللي قامت بيها ناتالي بورتمان. وكان بقى فيه حوارات وسجال ومواقع بتتكلم ورد المخرج وأسرة الفيلم على الموضوع ده، وان يعني الممثل كده كده لازم بيستعين في المشاهد دي بحد محترف بيرقص باليه مثلا من الصغر، تعود على المشاهد دي وده مش غريب. ولكن الفيلم يعني أثار عاصفة من الجدل على مين اللي كان يروح له الفضل في بعض الرقصات. ولكن المخرج والإنتاج قالوا وعملوا بيان وقالوا ان احنا كنا محظوظين بوجود سارة عشان تغطي بعض الرقصات الأكثر تعقيدا، وطبعا احنا بنثني عليها وبنشكرها على العمل الشاق اللي هي عملته. ومع ذلك ناتالي نفسها قامت بمعظم الرقص اللي ظهر في الفيلم. يعني هنا بقى في سجال بقى أسرة العمل والمخرج بيقولوا حاجة، وراقصة الباليه أو اللي أدت الرقصات قالت كلام تاني. يعني الموضوع ده ساعات بيحصل فيه خلافات لما يكون البديل ما خدش يعني المديح الكافي أو على الدور والصعوبات اللي هو أداها. في بقى مصطلح اسمه فيك شم، ده بيكون برضو بيسموه يعني ان هو بيحل محل ممثل أو شخص تاني، زي مثلا يعني عادة لما بيموت الممثل الأصلي، ممثل في الفيلم كان العمل شغال وبيصوروا الفيلم وكل حاجة، جه البطل مثلا مات في وسط طب هيوقفوا الفيلم؟ لا مش هينفع يوقفوا الفيلم، لأن هتبقى فيه خسائر يعني فادحة، فطبعا لازم يكملوا. فيعملوا ايه؟ يستعينوا بحد يكون شبيه، يعملوا بقى طبعا ساعات بيستخدموا السي جي اي، او يستعينوا بحد مثلا من توأم لي او اخ او حد شبيه بقى باستخدام المكياج والكلام ده كله عشان يكملوا الفيلم ويعيدوا تمثيل الدور. طبعا بيكون بقى فيه مكياج تقيل وتقنيات بقى عن طريق الكمبيوتر وتغيير كمان في الصوت وكده، كل ده عشان يكملوا الفيلم وما يخسروش. وساعات بلقطات جزئية كمان للممثل الاصلي قبل ما يموت، بعض اللقطات كده ويكيفوها بطريقة معينة بحيث ان انت تعتقد ان هو الممثل هو اللي مكمل. فاسم شيمب ده نفسه على اسم اصلا يعني ممثل معين اسمه شيمب هاورد، اللي لما كان مات في 1955 استخدموا تقنيات معينة عشان ومكياج وكلام من ده عشان يكملوا الافلام اللي هو كان ملتزم بيها. يعني جاي المصطلح ده فيك شيمب من اسم الممثل اللي هو شيمب هاورد. وكان برضو حصلت مشكلة بسبب الموضوع ده في فيلم باك تو ذا فيوتشر، كان يعني قالوا بقى هيكملوا العمل بدور يعني حد هيقوم بدور كريسبن كلوفر. طبعا كان بقى فيه يعني قالوا هيكملوا، هو رفض يكمل العمل، كان في اختلافات على الفلوس والكلام ده كله، فاستبدلوه بممثل تاني. فهو قال لا ده الطريقة دي بتنتهك حقوقي الشخصية، ورفع طبعا قضية. فهو فيلم باك تو ذا فيوتشر الجزء التاني اللي هو 1989، فلما طلبوا من الممثل كريسبن يعني ان هو يعيد تمثيل الدور بتاعه، فما اتفقش مع المنتجين يعني على الفلوس والكلام ده، فاستخدم المخرج لقطات
تم تصويرها مسبقا لهذا الممثل وبديل عشان يشبهه كمان، فطبعا ده اللي اضطر الممثل ان هو يرفع قضية ضد المنتجين لانهم ما لهمش الاذن ان هم يستخدموا شكله في العمل طالما هو رفض العمل. دلوقتي بقى هنشوف بعض الحوادث اللي حصلت للناس اللي بتؤدي المشاهد الخطيرة، سواء بقى وفاة او شلل او الكلام ده كله، اصابات خطيرة جدا في بعض الافلام. وهنتكلم على موضوع الفيكشن او ازاي برضو في ممثل معين جه يحل محل ممثل اخر توفى. فهنشوف بعض الاصابات والوفيات اللي حصلت لمؤدي المشاهد الخطيرة سواء رجال او سيدات في بعض الافلام. نبدأ مثلا بفيلم ديدبول 2، فكانت متسابقة الدراجات النارية المحترفة اللي في العمل واللي بتقوم بقى بالمشاهد الخطيرة، ما حصلش يعني اجراء لفحص السلامة في هذا العمل، وكانت مشكلة كبيرة وحصلت حادثة في هذا الفيلم، وفقدت بقى المتسابقة السيطرة على الدراجة النارية وتوفت في مكان الحادث. وكذلك في احد اجزاء سلسلة هاري بوتر كان برضو احد المؤديين لمشهد خطير، كان في بقى اسلاك وانفجار والكلام ده، اصطدم بعنف في الارض واصيب بالشلل. وفي فيلم برضو تريبل اكس 2002 كان برضو مؤدي المشهد او الحيلة اصطدم باحد اعمدة الجسر في الفيلم، وكانت يعني اصابات خطيرة وتوفى بعد كده. وفيلم كمان زي فامباير ان بروكلين ده كان سنة 95، كانت مؤدية حيلة برضو او مؤدية مشاهد خطيرة اسمها سونيا، كان مطلوب منها تسقط يعني من ارتفاع كبير على وسادة هوائية عملاقة، واصطدمت يعني بالارض، حصل خطأ معين وامضت اسبوعين بقى في المستشفى، ولكن بعد كده ماتت تأثرا بهذه الاصابة. ويعني كانت عائلة سونيا ديفيز يعني قادت بقى صناع الفيلم والمنتجين وطلبوا 10 مليون دولار. فيلم كمان زي توب جان سنة 1985 كان في طيار بيعمل مشهد معين برضو دوران مقلوب بالطيارة بطريقة يعني بهلوانية كده، ولكن سقطت الطائرة وقالوا بقى ان هو يعني ما تمش العثور على جثته يعني مات. وفيلم برضو زي امريكان ميد تحطمت برضو طيارة كان عليها 3 طيارين فتوفى 2 واصيب الطيار الثالث بالشلل. نشوف بقى عينات من المصطلح اللي اتكلمنا عنه اللي هو اسمه فيك شيمب، يعني لما حد بيموت او عايزين يكملوا الدور وما يخسروش الاموال، يعني مثلا ممثل بقى البطل مات فعايزين يكملوا الفيلم فبيجيبوا بديل او شبيه. تعالوا نشوف كده بعض الامثال، ومش شرط يكون مات، يعني ممكن يكون مثلا مصاب مش هيقدر يكمل دلوقتي بعض المشاهد فيجيبوا بديل، وده حصل مع هاريسون فورد، يعني مش واحد مات ولا حاجة، ولكن كان اصيب هاريسون فورد في ظهره اثناء تصوير فيلم او احد اجزاء سلسلة انديانا جونز سنة 1984، فأعادوا ترتيب بقى التصوير والكلام ده واستخدموا بديل وكان بيشبهه تماما. وكان يعني هاريسون فورد نفسه بيقول يعني جملة ساخرة كده أو كوميدية، بيقولك ممكن نعود للمنزل للزوجات الخطأ ومش هيلاحظوا ده من كتر يعني الشبه بينه وبين البديل لما كان هاريسون فورد مصاب في ظهره. وزي ما قلنا المثال بتاع كريسبن بلافر برضو في باك تو ذا فيوتشر 1985، وازاي ان هو غضب من استخدام البديل وكده ورفع قضية. كمان في فيلم ثور ذا دارك وورلد ده كان برضو ناتالي بورتمان، فكان ليها برضو بديل في مشاهد معينة في العمل. وكذلك الممثل أوليفر ريد توفى أثناء تصوير فيلم كلاديتر سنة 2000، فهنا بقى استخدموا التكنولوجيا والخدع الرقمية والكلام ده كله عشان برضو يكملوا الدور بتاعه. وطبعا المثال الشهير في فيلم فيوريوس 7، وطبعا عارفين بول ووكر وكده كان يعني توفى في حادث فتم استبداله، استخدموا بقى يعني طبعا كان المخرج بقى استدعى شركة معينة ان هي تكمل بقى المهمة، تحاول تعيد بول ووكر للحياة بطريقة يعني يمكن تصدقها. بدأوا بقى يستخدموا طبعا التكنولوجيا وأساليب معينة، بالإضافة للقطات أصلا مخزنة للنجم نفسه، ودمجوا بقى الصور والكلام ده وعملوا بعض التأثيرات عشان يعني نشوف الممثل في العمل. كان كمان فيلم الغراب، فيلم الأفلام الشهيرة، فكان النجم براندون لي كان مات، فطبعا استخدموا بقى السي جي اي عشان يخلصوا او يكملوا المشاهد بتاعته، تكلفوا طبعا ملايين الدولارات ومئات الساعات من العمل عشان يقدروا يكملوا الدور، لان البطل اصلا مات بشكل يعني مأساوي في يعني فترة مبكرة من عمره، فكان طبعا لازم يكملوا
الفيلم ويكملوا دوره. وكذلك برضو النجم بروسلي في فيلم جيم اوف ديث في السبعينات، فبعد سنوات من موت بروسلي كانوا عايزين يكملوا يعني الفيلم، فهو بقى جمع المشاهد واللقطات والكلام ده لبروسلي وحولها لمشاهد جديدة، واستخدم برضو كل الوسائل المتاحة. يعني المخرج هو نفس المخرج اللي كان اخرج فيلم انتر ذا دراجون، فكان بقى يعني استخدم وسائل معينة تكنولوجية والكلام ده وبديل وكل الكلام ده عشان يكمل دور بروسلي. فيبقى شفنا الادوار اللي هي فيها المؤدي بتاع المشاهد الخطيرة او الدوبلير ان هو مات او اتصاب او حصل له شلل، وشفنا كمان حاجة اسمها الفيك شيمب او اللي هو بيكون ممثل مات في وسط العمل وكده وعايزين نكمل العمل عشان الشركة ما تخسرش، فبيستخدموا هذا البديل او المصطلح اللي اسمه فيك شيمب، يعني زي ما قلنا جاية من اسم ممثل معين في الخمسينات، فاستخدموا المصطلح ده كأي بديل بيكون عادة يكون ممثل مات وعايزين نكمل الفيلم، ولكن ساعات بيكون حتى لو مش مات يعني ممكن اصابات مثلا زي المثال بتاع هاريسون فورد ان هو اتصاب وظهره مثلا يعني وجعه في الفترة دي مش قادر يكمل بعض المشاهد، فيستخدموا فيك شيمب عشان وطبعا لازم يكون بقى شبيه يعني بشكل كبير، وفي بعض الاحيان بيستعينوا بشركات معينة وتكنولوجيا بقى والكمبيوتر والكلام ده بملايين الدولارات ومئات الساعات عشان يكملوا العمل لممثل مات. فيا ترى هل في يوم من الايام هنشوف بقى المؤدي الحيلة او مؤدي المشاهد الخطيرة يكون ليه جايزة مخصوص في الاوسكار زي ما المخرج جون ويك بيطالب، ولا هيحصل ايه بعد كده؟ وطبعا في ممثلين مشهورين ان هما بيحبوا يؤدوا المشاهد الخطيرة بنفسهم زي توم كروز وكيانو ريفز وجيسون ستيسم، طبعا دي يعني بعض النجوم اللي هي بتفضل تؤدي مشاهد خطيرة بنفسها في مشاهد كتير، وبيحصل اصابات كمان. توم كروز قبل كده اتصاب في احد اجزاء سلسلة افلامه ميشن امبوسيبل، طبعا كان اتصاب في الكاحل بتاعه، وهكذا. يعني هم بيقوموا بالمشاهد الخطيرة بتدريبات كتيرة ومكثفة، بيحبوا يقوموا هم بمشاهدهم. وكمان زي برضو النجم جاكي شان برضو بيقوم ببعض المشاهد الخطيرة، واحيانا طبعا في نسبة بقى قليلة بيستعين برضو بالبديل بتاعه. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.